السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم هي بخصوص البيانات المناخية والوذر داتا أو الكلايم الداتا، لكن اليوم راح نتكلم أكو في نوع من العناصر المناخية اللي هو السولار راديشن، الإشعاع الشمسي أو شدة الإشعاع الشمسي. من أنزلة من ناسا باور، موقع ناسا باور، دائما يعني الكل يواجه بي مشاكل أي نوع من الإشعاع أنا أنزله. هسه أنا داري أدخل على الموقع الرئيسي واختار الباور سنجل بوينت داتا اكسس، فهسه اذا حددت اني اي نقطه لا على التعيين هسه احنا، او اذا انت عندك نقاط محدده مثلا خاصه بمنطقه دراستك اكيد تمتلك لها احداثيات لانجتيود لاتيتيود وانيفيشن تحدد لها هنا تنطهيا ويحدد لك النقطه. بالنسبه للفتره المختاره سلكت التايم اكستنت ايضا انت تحدد هي من يا فتره يا فتره، لكن في بعض الاحيان اني احتاج البيانات تنزل ديلي، يعني في بعض مثلا كان تكون اي نوع من البرامج، برامج هيدرولوجيه اي برامج ثانيه تحتاج ان البيانات اللي تنزل لي بشكل يومي. فاذا رحت على كلايمتلي هذا النوع اللي هو راح ينزل لي فقط سنوي تنزل لي، فما تفيدني بالكثير. هي ينزل اكو موجود، لكن انا احتاج اذا ديلي من انزلها اروح على هذا الخيار احدد البوينت اللي اريدها اني واختار السنه المحدده، بعدين اختار الصيغه سلكت الاوتبوت فايل فورمات يا صيغه اريد انزل بها اي صيغه مثلا اكسل، بعد ذلك يقول لي اختار البارامتر. انا هسه حاليا محاضرتنا لهذا اليوم يعني وكانه هاو تو داونلود السولار راديشن فروم ديلي سولار راديشن فروم ناسا باور. هسه نروح على الخيار الاول، هذا الخيار الاول ايش راح يتضمن؟ انا شنو اللي يهمني؟ مو هذولي اللي يهمني. اروح على الخيار الثاني اللي هو البارامتر اوف سولار كوكينج، هذا الخيار ايضا انه نفتحه. عندنا بعد الخيار هذا، هسه كم خيار احنا عندنا بيه انه يتضمن البي سولار راديشن؟ كله نفتحه حتى نشوفه. هسه هذا الخيار يتضمن وند وبرجر، هذا الخيار هيوميديتي وسقيط، وهذا الخيار التمبرتشر. نجي على هاي الخيارات الموجودة هنا، الخيار الثاني البارامتر اوف سولار هاي يعني ما يهمنا، يهمنا الخيار الأول اللي هو هذا أول خيار سولار فلكس اند ريليتد، تمام عيني؟ شدة الإشعاع الشمسي أو السقيط. هسه نجي شو نسوي؟ شو تختار؟ يا هي اللي من ذولي. احنا ما راح ندخل بالتفاصيل اللي تتعلق بقدرة او مقدرة الاشعاع الشمسي وماذا يعني الاريديشن، الاشعاع هو الباور راديشن لكل يونت اريا او على المساحة اللي انا اريدها، لكن بصورة عامة انواع الاشعاعات الشمسية هي عندنا يعني بصورة عامة يسموها الالتيفيت راديشن ميجرمنت يو في اي يو في بي واليو في سي. اوكي، هذا الراديشن اي وهذا الراديشن، شنو الفرق كل راديشن عن الثاني؟ ويا اللي احتاجه اني كشغل هندسي او هيدرولوجي، ممكن قسم الهندسه الفيزياء او هم الفيزياء بصوره عامه عندهم تعمق بهذا الامر اكثر من عندنا. عندنا هاي النوع من الاشعاعات، احنا مثل ما نعرف الاشعاع الشمسي هو بصوره عامه يكون ضمن يعني الثرموسفير، راح يمر عبر طبقات الجو اللي هي الميزوسفير ستراتوسفير الى ان يوصل السكان سيرفيس، يعني الى ان يوصل سطح الارض. فاليو في سي اكو نوع من الاشعاعات، نلاحظ شوف هنا هاي الاشعاعات شبيهه، يا اكثر اشعاع دا يوصل للارض هو اليو في اي، لان اكو اشعاعات ما توصل بالكامل بسبب انه البارتيكل الجو غيرها، فيصير لها ابزور امتصاص او ريفلكتد او تنعكس مباشره. حتى توضح بصوره عامه هذا هو الرسم يوضحها اليو في اي واليو في بي واليو في سي، حتى انه هنا هسه اكو هذا الرسم هذا الصن يقول لك ان اليو في اي يشبيهها ضمن الاوزون لاير تعبر تقريبا كلها يمتص فقط 5%، لكن اليو في بي تمتص تقريبا 95% واليو في سي تقريبا بالاوزون وتنتهي، وهي ضمن الاشعه الخطره. وهاي احنا ما ندخل بهاي التفاصيل بس حتى نفهم بصوره عامه لي انا شنو اللي انزله، يا اشعاع شمسي يا سقيط. يعني اكو نسبة الاشعاع الشمسي او يعني شلون الساعات المشمسة خلال اليوم، فاللي يفيدني هو اليو في اي، بس كمعلومة عامة انزل اليو في اي. فمن اروح على ناسا باور
انزل هذا ال سكاي سيرفيس يو في اي اريديشن، اشعاع اليو في اي انزله، بقيه الاشعاعات ما احتاجها، اليو في بي لان قلنا هذا يمتص، واليو في حتى قيمهم ممكن تطلع لكم بالسالب لان اللي يوصل الى سطح الارض كلش قليل. وهذا الرسم هو كفيل انه يوضح لكم مثل ما تفضلنا سابقا هسه انه يوضح لكم ايش قد يصير نسبه امتصاص من عنده بالاوزون لاير. فهسه تروح على هذا تختار هذا الخيار ال سكاي سيرفيس يو في اي الراديشن الاشعاع مالته. فبعد ما تنطي هذا الخيار، هو اني يهمني هسه حاليا محاضرتنا لهذا اليوم هو للسقيط والاشعاع الشمسي، فنقول له سبمت راح يتدنا يعني عادي اسمين داونلود فور داتا. بعد ذلك راح نفتح البيانات، اذا نوضحها هاي بيانات 2021 انا نزلت فقط سنة كاملة بس ديلي، طبعا وحداته بتكون هاي بالواط على المتر تربيع، ماكو داعي يكتب لك بالدي لان تلقائيا هو راح ينزله لك ديلي، هو اصلا بده ينزل لك ديلي اردينيس اللي هي اليو في اي اردينيس. فهسه نلاحظ انه هنا هاي القيم 2.9 2.84 5 اكيد راح تختلف، نلاحظ احنا شهر الواحد نسبة الاشعاع الشمسي الى اقل، بعدين الثاني دا يزداد، الثالث اكثر، الرابع اكثر، الخامس الى ان يوصل شهر 12 ايضا يتناقص. هسه نلاحظ انه هنا نلاحظ هذا شهر الواحد ايضا انه الايام اللي بيه خلال شهر الواحد. هسه نجي على شهر الثاني اللي هو هذا، هسه نجي شهر الثالث، نلاحظ شهر الثالث صار اعلى، شهر الرابع وكذلك الى بقية الاشهر، انا محددة الى حد شهر الثالث. بدنا نلاحظ انه شهر الثالث شوف هسه 31/3 ايش قد صار نسبة الاشعاع الشمسي 15.66، واكيد على النقطة المختارة انه نعرف احنا هنا راح تأثر الفصول وغيرها ونسبة الاشعاع، تأثير الغيوم، يعني هواي بارتكلز او هواي عوامل راح تأثر على الموضوع. فهاي محاضرتنا لهذا اليوم لان تقريبا شفت انه الاغلبية يعانون من هذا الموقع، انه شلون اني اقدر انزل بيانات الاشعاع الشمسي وشلون انه اني افعلها او احتاجها او شلون اثبتها اصلا واستخدمها. فانه مثل ما قلنا سابقا هذا الخيار الخاص تقدر انت تنزل من عنده بيانات الاشعاع الشمسي اللي هو اليو في اي راديشن من اول خيار. ان شاء الله التقيكم بمحاضرات قادمه، دمتم بامان الله وحفظه.